جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: تواترت الأدلة والنصوص في الكتاب والسنة على عظيم وفضل ليلة القدر، أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر الشيخ؟ ليلة القدر محتملة في رمضان كله، لا يقطع لليلة معينة منه، لا دليل على ذلك، ولكن المترجح أنها في العشر الأواخر، وأرجح العشر الأواخر ليلة 27، قيل هي ليلة أول ليلة من العشر، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقيل ليلة 29، وأرجحها ليلة 27. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في سؤال له: بالنسبة لليلة القدر، ما الدعاء الوارد الذي ورد عن الرسول أن ندعو به، وهل كل دعاء يستجاب؟ نعم، يجتهد المسلم في الدعاء بما يسر الله له، ولكن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا السؤال، قالت: أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فيكرر هذا الدعاء ويضيف إليه ما تيسر. نعم.